بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. نتمنى ان شاء الله انه يلقاكم بخير وعلى خير باتم الصحة والعافية ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم نهار من نهاراتي كيف غادي يفوت ان شاء الله من الصباح حتى العشية. والاخوات اللي يبغوا جداول الاكل المصورة، نقول لكم بعد الفيديو هذا ان شاء الله غادي ننزل لكم جدول اكل مصور يعني اسبوع كامل. المهم هكا نحاول انني نلبي كاع الاذواق والرغبات، واللي بغاو كذلك دار العولة نقول لكم وجدوا العنب وجدوا البطيخ اللي مخرف يعني او قريب يخرف، يعني هذا الاخير، يعني هذه كما نقولوا الفوج الاخير، هذا غادي نديروا به شويه تاع العوله ان شاء الله. انما اليوم غادي نشارك معكم نهار كامل كي غادي نفوته. كما شفتوا معايا اخواتي في طول الصباح بالنسبه لي كوكيز اخوات هذو خدمتهم معكم موجودين على القناه من تحضيرات الدخول المدرسي، حطيناهم في المجمد. مازال عندي اخواتي كميه معتبره كنت درتها في المجمد، ومره على مره نجبد إضافة إلى الأمور الأخرى اللي نخدمهم هكا في الأسبوع. مثلا نبغي نكسر الروتين، ندير حرشة ولا ندير بغرية ولا مسمن ولا نديرها أيتها عفسة. مهم أخوات هكا مرات غير كسرة وكونفيتور، كل مرة كيفاه. المهم نبدلوا الأطفال كما تعرفوا، كون يبقاو ديما ياكلوا نفس الحاجة راهم يكرهوا. وكان جارتي كذلك الله يحفظها بعثت لي شوية تاع الكروكي دارتها، صراحة جم ما شاء الله بنين. المهم أخواتي فطرت لي من داري ورحت نوجد الغداء. اليوم الغداء أخواتي غادي ندير طاجين، أسهل طاجين في التاريخ. المهم اخواتي كما تعرفوا الطواجين ساهلين، يعني هكا كما نعرفوهم بالخف يوجدوا، وما تبقاش ديما مقابلتهم، تحطي كلشي في ماعون وتروحي تقضي صوالحك. هنا اخوات اللي ديما يسقسوني على اللوبيا خضراء كيفاش نخدم بها من المجمد مباشره، هيا لا اخوات حطيت البصل تاعي كما شفتوني جبتها من المجمد لوبيا خضراء. حطيت البصل فوق الزيت، كنت دايره الزيت في الطاجين، وحطيت البصل تاعي راني مشعله النار ديجا، وحطيت البصل زدت فوقها هذيك اللوبيا كما شفتوها مجمدة مباشرة، وحطيت عليها قطع من البطاطا. في هذا الإناء راني حاطة طماطيس أخواتي، أنا خادمة صلصة الطماطم المنزلية، حطيت عليها الثوم وحطيت عليها التوابل. التوابل اللي تبغوا ديروهم نتوما ديروهم، وغادي إن شاء الله نحرحر كل شيء بالماء ونضيفه من الفوق. يعني هذيك الطماطيس مع التوابل مع الثوم مع كل شيء غادي نديرهم إن شاء الله، نكبهم فوق هذاك اللوبيا والبطاطا، وغادي نبلع الطاجين تاعي ونخليه يطيب في غرد غرده. مهم اخوات هذا هو الغداء تاعنا تاع اليوم. بالنسبه للتعشوي اخواتي كنت درت البغرير. بالنسبه للبغرير اخوات سبقني وشاركتها معكم، انا ما نديش فيه الفرينه اخواتي، وما نحطش فيه كاري زيت فيه حبه بيض ولا لا، ما نحط فيه لا فرينه لا بيض لا حتى والو. سميد في سميد، السميد اللي نستخدمه سميد متوسط، حطيت ربع فناجيل تاع السميد، يعني هذا ماشي كاس اخواتي، هذا راه تقريبا يربد نص كاس 110 هكا يربد. هنا اخواتي حطيت ربع كيسان تاع السميد متوسط، حطيت له زوج ساشيات خميرة الحلويات، ساشي تاع الفانيلا، غادي نحط له الملح يعني تقريبا هكا واحد الملعقة تاع الملح، وغادي نحط له ملعقة تاع السكر وملعقة تاع خميرة الخبز. يعني هادو هما النواشف اللي غادي نضيفهم، بعد نضيف له الماء. الماء اخواتي بالنسبة للملعقة تاع الملح ملعقة صغيرة اخوات تاع الملح. بالنسبة للماء اللي غادي نضيفه نفس الكاس اللي عبرت به، غادي نعبر به. نتوما اذا درتوا اي عبار حاولوا انكم ديروا ربع عبارات تاع السميد مع خمس عبارات تاع الماء. نشوفوا اذا تلاقيتوا السميد تاعكم يشرب الماء وجاكم هذاك السائل الثقيل، زيدوا ضيفوا غير بالعقل الماء حتى تحصلوا القوام المثالي تاع البغرير. اذا شفتوا جاكم هذاك هو نيشان غادي يجيكم، يعني ما تزيدوا له لا الماء لا حتى والو. انا هنا غادي نبدا نضيف الماء بالتدريج، كما قلت لكم حطيت ربع السميد فغادي ندير خمسه ماء. حطيت زوج، هذا الكاس الثالث تاع الماء، غادي نزيد الرابع والخامس. الماء اخواتي ديروه شويه دافي، ما ديروش بارد مباشره من الحنفيه، دفوه واحد شويه شوالا ما تسخنوش بزاف لان غادي يهبط لكم الخمور. وغادي نخلطه هكا بالملعقه يتجانس، ومن بعد نجيب البراميكسور هكا، نجيب هذاك البراميكسور ونميكسيه. كنت بغيتو ديروه في البلندر مداري نديرها في البلندر اخواتي نفس الشيء، شوالا كيما نقولوا خلوه حتى غير يتطحن
تطحنوا هذوك الحبات، ما تقعدوش غير تميكسوا فيه حتى يتعجن لكم، بعد ما غاديش يتقب لكم. مجرد انكم تحسوا ان المكونات امتزجوا خلاص ودابوا مع بعضياتهم، حبسوا عليه، ما تبقاوش يعني غير يدير هذه الفقاعات يطلعهم الفوق، حبسوا، ما تبقاوش غير تخلطوا. هنا غادي تروحوا للمرحله تاع غادي تطلقوا لها العلك تاعها وغادي يتعلق معكم. في هذه المرحله غادي نحتاجوا نعجنوا به الكسره تجي شابه، انما البغرير ما غاديش يجيكم مليح. فحاولوا انه بمجرد انه يدير الفقاعات تحبسوا عليه، ما تبقاوش غير تخلطوا فيه. انا هنا جاني القوام تاعه شويه ثقيل، ضفت له القليل من الماء، تقريبا ربع فنجان فقط اخر من الماء، مزجت هذاك الماء وفقط وحبست، يعني قلت لكم ما تبقاوش تخلطوا فيه بزاف. غادي نغطيه ونخليه يختمر مده 5 دقائق. كيما شفتوا انا نبغي ندير البغرير في الطاجين اخواتي، نجيب طاجين صغير وندير فيه البغرير، تجيني ساهله هكا، ما نبقاش نكثر عليا في المواعين، غير طاجين واحد نخلط فيه ونبلعه يخمر فيه ونرجع نطيب. بالنسبه للطياب تاع اخواتي، راني مشعله المقله كاع فوق الريشو يعني فوق غاز الكحل، ومشعله عليها كاع الكوانين ومنقصه لهم، يعني دايرتها على نار متوسطه يعني ماشي زايده كاع للنار، ومانيش منقصه لها ثاني شمعه. ودرت هذه المقله تاعي هذه اللي ترفد هكا قريصات صغار، تقريبا ترفد 7 تاع القرصات، وغادي نحطها ان شاء الله سخنت لي مليح. درت لها واحد القطره تاع الزيت ومسحتها هكا هذيك المقله، ومن بعد بديت نحط عليها في السائل تاعي تاع البغرير، يعني وجا ما شاء الله جا خفيف، جا مشهد، اللهم بارك. شوفوا كيفاه جا اخواتي، جا اكثر من رائع. والبنه ما نحكي لكمش اخواتي، بنه تاع سميد 100% سميد، يعني 100% تاع سميد، يعني يجي ما شاء الله. شوفوا كيفاش راه يتقب معايا، اللهم بارك، يعني يجي ما شاء الله ناجح 1000000%. اللي بغات تجربه يعني غير ديري وعينيك ما مضين. كيما قلت لكم سميد متوسط مش رطب، وديروا اخوات 4 تاع العبارات تاع سميد ب5 تاع الماء، وحطوا 2 ساشيات تاع الخميره الحلويات، ساشيه تاع الفاني، مغرف صغيره ملح، مغرف كبيره سكر، مغرف كبيره خميره. هذو هما الاخر، وغادي نحاول ان شاء الله نكتبهم لكم في صندوق الوصف اللي بغات تبغي هكا الطريقه مكتوبه ان شاء الله. المهم اخواتي، وجدت البغرير تاعي ها ولا، اللهم بارك، ويجي كميه كبيره. واجمل حاجه تعجبني في هذا المقله، يجوا الحبات قد بعضهم ويجوا شابين في الحطه، يعني كي تحطيهم هكا تبريزونتي يجي رائع هكا. ستفتهم في الطبسي ندور، وحطيت في الوسط هكا العسل والدهان اللي يبغي دي، المهم تقهوينا وكملنا والحمد لله. بالنسبه للعشاء اخواتي، غادي نشارك معكم واحد العشاء خفيف ساهل ظريف. هنا حكمت عندي 4 حبات تاع الكورجات. الكورجات اللي عندي اخواتي انا ماشي كبيره، يعني تقريبا متوسطه كورجات، حكمتها سكرفجتها في هذاك السكرفاج العريض، يعني كني وريت لكم في السكرفاج في الجهه العريضه. وغادي نملحها هذه الكورجات ونخليها واحد شويه حتى تطلق الماء تاعها. ضروري جدا انا نحطوا لها الملح في الاول باش نتخلصوا كاع من السوائل الموجوده في الكورجات، لانه نعرفوا ان الكورجات تجي مملوءه بالماء وحنا ما خصناش هذاك الماء. غادي نملحها ونخليها واحد شويه، ومن بعد نعصرها، يعني نحكم بين كفوفي ونعصرها مليح مليح، ولا حطوها في الطخشة وعصروها. نحصلوا فقط على الكورجات، ندو فقط الكورجات والماء تاعها نتخلصوا منه. هنا حطيت لها ملعقة صغيرة مملوءة من الثوم، كما تعرفوا انا طحنتها وحطيتها في المجمد، حطيت لها قزبر ومعدنوس، وغادي نبقى نضيف البيض. انا هنا عندي 4 حبات تاع البيض غادي نضيفهم. في الاول ضفت 4، ومن بعد بانوا لي بلي البيضات تقلل، زدت حبة واحدة اخرى تاع البيض. يعني المهم اخواتي، نتوما القوام تاع الكورجات تاعكم تلقوه سائل، يعني كي تضيفوا البيض شوفوا، ومن بعد تبلوا بالتوابل اللي تبغوهم. انا هنا حطيت الملح، حطيت الفلفل الكحل، حطيت شويه توابل الدجاج الحاره، وحطيت البابريكا، حطيت سكنجبير، وان شاء الله غادي نخلط كل شيء. نتوما ديروا التوابل اخواتي اللي يعجبكم، شوالا ما ننصحكمش بالكمون اخوات، ما تحطوش الكمون لانه يبدل لكم الطعمه تاع الكورجات. كما نعرفوا الكورجات تتقبل النكهات، يعني تمتص النكهات بزاف، وما ننصحكمش بالكمون. اللي يبغوا البنه تاع الكورجات، اللي يبغوا بنه كيما تاع المحوت، ديروا الكمون غادي تجيكم فيها بنه المحوت تقريبا. مهم اخواتي، غادي تشوفوا معايا كما شفتوا خلطت هذيك الكورجات، وغادي نزيد لها تقريبا واحد الكاس من ولا فنجان من الجبن المبشور، يعني الفرماج اللي ديروه في البيتزا عادي، هذاك اللي يذوب ضروري ديروا هذاك اللي يذوب باش يذوب معاكم جيدا كي طيب دخلوها للفرن. كما كنتوا تشوفوا اخواتي، القوام هنا ماهوش سائل او تقريبا شويه جامد، غادي نزيد حبيبه تاع البيض باش يسيل معايا هذاك القوام ويجيني مرخوف هكا اخوات. غادي نضيف هذيك الحبيبه تاع البيض ونخلط غير بالملعقه فقط في هذا
اثناء راني شعلت الفرن تاعي على درجه حراره 200، شعلت الفرن تاعي يسخن وجبت البلاطو اللي غادي ندير فيه. انا استخدمت الصينيه تاع الفرن المربعه هذيك، غادي نحط فيها ورق الزبده يعني ورق الطهي، وغادي ندهن هذاك الورق بالزيت يعني مام الورق تاع الطبخ غادي نزيد ندهنه بالزيت باش ما يلصقليش هذا الغولي تاعي، يعني غادي هذا الغولي باش ما يلصق. نفس الشيء اخوات اذا بغيتي ديروه بالبطاطا ولا بغيتوا تخلطوا الخضر، مثلا بغيتوا ديروا رولي تاع الخضره مخلطه، بغيتوا ديروا بطاطا جزر كورجات دنجال ولا اي زوج انواع تاع خضره ثلاث انواع كيما بغيتوا، نفس الطريقه ديروا سكرفجوا الخضره تاعكم ومن بعد حطوا لها الملح، تخلصوا من الماء اللي فيها، ضروري انكم تتخلصوا من الماء اللي في الخضره باش ينجح معكم هذا الرولي ويتلم لكم ويطيب لكم ما شاء الله. هنا اخوات كيما شفتوا تبعوا نفس المراحل يعني نفس التوابل، حطوا الحشيش حطوا الفرماج حطوا البيض وهكذا، يعني هي نفس الطريقه في الرولي تاع الخضره ويجيكم كاع ناجحين ويجيكم ما شاء الله. هنا كيما قلت لكم اخوات دهنت الورق تاع الزبده تاعي بالزيت وحطيت فوقه هذاك الخليط وغادي نسرحه فوقه، يعني غادي نحاول انني نديرها على طبقه واحده يعني على سمك واحد، وغادي ندخلها الفرن تاعي اللي قلت لكم راه مسخن من قبل على درجه 200 250. غادي يطيب معكم بسرعه ما غاديش يشد معكم الوقت نهائيا. غادي ندخلها للفرن تاعي كما شفتوا وغادي نتحصلوا على هاد النتيجه، يعني بعد اللي يطيب شوفوا ما شاء الله يجيكم اكثر من رائع. بقاو مره على مره طلوا عليه، كي تلقوا الحواشي تاعه تحمروا مليح عرفوا باللي رولي تاعكم طاب، ولا رفدوا هذاك الورق تاع الزبده وطلوا عليه من تحت غادي تلقوه انه تحمر معكم ونشف تماما، هذاك هو راهو طايب ما شاء الله. هنا جبت جبن عادي جبن هذاك اللي يجي طري وغادي ندهن غير نص تاع الرولي، انا ما نبغيش فيه الفرماج بزاف، وانتم على حسابكم تبغوا الفرماج بزاف تبغوا ديروا، عندكم الدجاج ديروا، عندكم الكفته ديروا، عندكم الطون ديروا، اللي عنده اي حاجه يديرها. انا درتها غير هكا اخواتي ما فيه لا لحوم لا حتى والو، درت فيه غير شويه تاع الفرماج كما شفتوا تقريبا غير نص تاع الرولي، وغادي نبدا الرولي فيه. هنا تلاقيته لصق لي واحد شويه، المهم اخواتي ساعفوا غير بالعقل بالعقل غادي يطير معاكم. جيبوا خدمي هكا وقراطوا هذاك الجزء اللي وسالكم هكا من الاخر، مهم انني نشارك معكم نيشان شكاين. المهم هذه هي، غادي نبقى رولي فيه ونزير، وانتم على حسابكم بغيتوا ترولوه بالطول ولا بالعرض يعني على حسابكم. هيا لا اخوات بعد ذلك جبت الخدمي تاعي وبديت نقطع فيه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، بغيتوا ديروه كيما هاك ولا بغيتوا تبيكوه مثلا تحكموا واحد الكيردون وديروا فيه قطعه تاع الفرماج وقطعه تاع الزيتون وحبه تاع الزيتون وكذا، يعني وتبيكوها كذلك يصلح. انا حطيتها غير هكا غير وليته وقطعته بهاد الطريقه. كانت عندي واحد لاصوص كنت درت دجاج محمر في الليله اللي قبلها، جا اكثر من رائع دجاج محمر، وكان باقي لي شويه من لاصوص تاعه من النهار اللي قبل، المهم كنت نهار قبله درت الدجاج بقات لي لاصوص خبيتها ما قصتهاش، واليوم درت الرولي كما شفتوه لا لحوم لا حتى والو، ورافقته بهذيك الصلصه اللي درتها كما شفتوه معايا. مام الطاجين اللي درناه في الغداء اخوات درناه بلا لحوم غير هكا غير بالخضره، درنا اللوبيا والبطاطا، دوكا في العشاء كذلك درت غير هكا هاد رولي خفيف ظريف يعني كذلك بدون لحوم ويجي اكثر من رائع، يعني ماشي شرط اللحم باش ناكلو، ماشي شرط الدجاج، ماشي شرط الطون، وتجي الماكله بنينه. كما قلت لكم انا هنا رافقته بالصلصه اللي كانت عندي من قبل تاع الدجاج، نتوما بغيتو ديروا اي مرق ابيض صوص بلونش ولا صوص حمراء ولا كيما بغيتو يجي اكثر من رائع. هذه هي النتيجه في الاخير اخواتي تاع الرولي، رافقته بالسلطه والحمد لله على النعمه والله احفظها من الزوال ان شاء الله. المهم اخواتي كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله ان عجبكم، جا خفيف ظريف على قلوبكم، ما تنسونيش من تعليقاتكم من لايكاتكم وسيختم دعاوي الخير تاعكم، تحياتي للجميع نبغيكم بزاف والسلام عليكم.